نعم السادة المستمعين لبرنامج نهش تريبونال مع فتح الهداوي على إيفام واللي نفوسه مرهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف لوقائع صادمة ونزيد نوصيهم ما يكونوش مصحوبين بالأطفال أثناء الاستماع. نهج التريبيونال على إيفام أحلى غاديو. الإنس والجان حكايات من قديم الأزل والزمان، حدايث وقصايص ذكرت في دواوين وفي القرآن، بين جن الرصد حارس الكنوز والجن العاشق الولان، وناس بكري قالوا كلامهم زمني وذهب، اللي ما يخافش ربي يبيع روحه للشيطان. أكيد فهمتوا من الدخلة لقضية الحال عندها علاقة مباشرة بالعالم السفلي وما أدراك ما العالم السفلي، واللي يحب ذا كان بحدك صغير تبعد على خاطر حدثة اليوم متخمة بالدعازق والجنون. ندخلوا بيكم مباشرة في صلب الموضوع ونهزوكم في دولاشة العادة اللي جينا اليوم من الجنوب التونسي الجميل وبالتحديد من مطماطة. مطماطة أرض الرجال اللي بش نحلوا عليها الكتاب ونعطيكم شوية معلومات منها ثقافة عامة ولمحة سياحية على واحدة من أشب بلدان الجنوب التونسي الجميل، ومنها معلومات تفيدنا في فك رموز قضية الحال، يعني هوك حاجة وحويجة. تاريخيا مدينة مطماطة تنسب إلى قبيلة أمازيغية بربرية ما نجمتش تقاوم جبروت وبطش جحافل بني هلال، فهربوا بجلدهم. والهجرة هذه تعتبر من أشهر الهجرات العربية إلى شمال أفريقيا في القرن الخامس الهجري القرن الحادي عشر الميلادي، وتعرف بالهجرة الهلالية في التراث الشعبي العربي، فيما يصفها ابن خلدون بانتقال العرب إلى أفريقيا. وفي مطماطة حطوا الرحال وبنوا فيها مدينتهم على شكل حفر كبيرة باش يتخباوا فيها، وبشوية بشوية تعبت المنطقة بالمغاغر والكهوف واللي تتمثل تراث كامل مدفون في جوف الأرض. والحفر هذه مبطنة كليماتيزي، يعني باردة في شهيل الصيف ودافية في سقنطري الشتاء، وتتكون من فناء دائري أو صحن الدار، ومن غادي تتفرع لبيوت النوم والضيافة ومخزن الحبوب والمطمورة وبيت المونة. والمغاغر هذه تتربط بيناتها بممرات داخلية، وكل حومة مربوطة بالربط اللي وراها وتير بها في منظر يسحر وشكل هندسي سلس يفكرنا بالكولوسيوم متاع روما ومسرح الجم، الحاصيل حاجة مخدومة بإتقان. واللي يعرف جابس ومارث لازم يعرف مطماطة، واللي حوس فيها يمشي في باله من الأول اللي المدينة خالية من البشر، أما كيف يقرب لها ويطلع فوق سفوح جبالها يشوف النخل ويشوف القرى الصغيرة ويتمتع بسحر القرى الجبلية اللي يعيشوا فيها ناس سمحة ودافية وعباد معروفين بطيبتهم وفرحتهم بكل من يزورهم. نحكي لهنا على آلاف مؤلفة من السياح اللي تقصد البلاد وتجي في سفرات منظمة وقافلة تسير على خاطر مطماطة اللي ما يعرفش هي واحدة من ديكورات فيلم حرب النجوم ستار وورز المخرج الأمريكي جورج لوكاس. ومن وقتها ولت المدينة وجهة سياحية يقصدها السياح وخاصة رابطة أحباء ستار وورز من مختلف بقاع الأرض. نسكروا توا قوس التاريخ والجغرافيا وندخلوا في باب الإجرام ونشدوا ثنية من مطماطة الجابس ونوصلوا جوهرة الساحل سوسة. وكيف ما ربي خلق الناس السمحة المزيانة خلق زيادة المجرمة وسقط المتاع والناس اللي لا تخاف لا ربي ولا عباده، ومن بينهم زويز الشواطن سميحة واختها عفاف أصيلة تيجابس وأطراف رئيسية في القضية. سميحة 47 سنة الحالة المدنية عزباء تخدم إيد سوانيونت عند مرأة كبيرة فرنسوية عايشة معها في سوسة لا هي بها. وعلى فكرة
برشا جورة ولو في آخر عمرهم يجيوا يعديوا فترة النقاهة والاستجمام عنا في ديار عجز أو خلينا نقولوا وتلا خمسة نجوم بحر شمس ورعاية خاصة وبربع الصوم مقارنة بفرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها من بلدان أوروبا. العزوزة هذه اسمها ماتيلد 87 سنة أصيلة بوردو عندها بنية وليد في سرهم كرولها فيلا كاملة على ذمتها في سوسة وجابولها سميحة اللي يتلها بمكلتها ودواها ومحوستها. سميحة كانت تخدم ومرتاحة مع ماتيلد وجوها باهي أما مشكلتها الوحيدة طبايحها الحارة ولسانها الطويل حصيله كالتبيب لصاحب الحبيب واللي يقربها يتلدغ ويهرب. والحبيب الوحيد اللي كان مستحملها هو بوراوي شيفور أصيل مطماطة واللي عمره تقريبا 35 سنة ما كانش معدل على سميحة وخلينا نقولوا مشيلها بهويها رغم اللي أصغر منها ب 12 عام وأكيد فما عليش. الزويز عايشين في دار الفرنسيسة عبارة على مرأة وراجل معرسين أما من غير صديق. الشخصية الثالثة عفاف أخت سميحة 38 سنة معرسة بولد بلادها السحبي فلاح ميسور الحال ويعيشوا في سوسة زادة عندهم 6 سنين من برا جوهم فسفس كرهبة هايلة ودار مضخمة والدزة كاينة أما الدخلاني واللي ساترته لحيوت يعلم بيه كان ربي. عفاف كانت تحب رجلها حب أعمى أصمى 6 سنين كاملة والما يجري تحت ساقها وهي مش فايقة برجلها الصحبي يغرم في زمان وصباحا مساء ويوم الأحد والطايح مرفوع للي نهار وهو في الدوش دقوا ربي ونسى البورتابل في بيت النوم تليفون وضربوا عفاف كلي فما شكون قال لها هز التليفون وجاوب أول ما نزلت على القرص تسمع ديريكت صوت نعم زعبان ألو صاحبي كيفينك نكلم فيك ما تهزش. عفاف من قوة الصدمة ما عرفش تتصرف ودخلت بعضها علق ديريكت وشدت التليفون متاع الصحبي وفلات وفليان وياليتها ما عملت العملة الحصيل وتلقى مصايب مساجات شوق وغرام وتصاور وفيديوهات حاجة أقل ما يقال عليها أنها صادمة تججلك على الدار بها والدم من قرها ما كانتش من العكسين تز التليفون وتد عليه للدوش وقامت تصيح وتعيد في بالها صاحبي رجلها باش يضربه بسفير ويخاف ويطلب العفو والسماح أما ردة فعله كانت العكس تماما وفي عود يطلب السماح تخلى عليها بالكفوف والمشطة والصرافق حتى لين فقدت الوعي. من هنا بدأت رحلة المعاناة بتاعها وتطيح القدر والصحبي عمل في عذابها صنع هو راوك تجي تشوف بطبيعته مشوم سكيرجي وتحسه مغلل عليها ومن نهارتها ولا يعمل نص الشيخة في الطبرنة والكباري ويكمل نص الشيخة الآخر في الدار عند عفاف يشدها حي يسيبها ميت. على فكرة عفاف عاقر ما تظنهش وباللي حاولت وعملت النفع ربي لخلت طبة ولا عزامة ورغم اللي فندقت برشا فلوس لحبلت ولا ملات كرش رجلها في الطالعة والنازلة يهدد فيها بالطلاق ومرة لا عيشتها على الموضوع هذا. في الحمام أختها لاحظت لي لحمها أزرق قلت لها يا أخي ما تقول ليش بي لحمك أزرق رجعي وكل فيك في الستاكة مكبوب السعد يا أخي مش قلت لي بطل العنف وما عادش يضربك. عفاف جاوبتها بحزم ينطلقوا ينصفر له بروحه يا سميحة ما عادش نجم نعيش معاه مرمدني وطيح لي قدري وقلبي تحجر ما عادش نحبه ما عادش نحبه وليت نكره. جاوبتها سميحة باستهزاء قلت لها حبي ايه اللي انت جاية تقولي عليه يا عفاف يا وخيتي قديش من مرة نبهت عليك صرت تطلق ما عادش تجبدها على لسانك الوباء والكرات فيه فلوسه خير من وجهه والحرف خليها على أختك سميحة تنتصرف لك. سميحة دينها فلوس وتعبد البحيم وما على بالهاش لا بختها ولا برجل أختها وكان ليها تقصف له عمره وتعملها أما ما يساعدهاش السحب يموت بما أنه الممول الرسمي متاحها ومتاع أختها عفاف وقلنا فلوسه بالبالة ويهوم.
زوز نساء كملوا الحمام وشدوا ثنية ديارهم. على فكرة زوز يسمو فرد حومة في سوسة. سميحة ثنية كاملة تكتك شنو باش تعمل باش تتهنى على أختها عفاف وتحللها مشكلتها مع راجلها الصحبي اللي قلنا كان يطلق أختها ميزاب الفلوس باش يتسكر عليها وعلى صاحبها بوراوي الشوفور اللي باش نحلوا عليه الكتاب. شكونه بوراوي؟ بوراوي هذا الشيطان يمشي على ساقيه، منشار ودينه فلوس كيف سميحة، وناس بكري قالوا ما يتصاحبوا إلا ما يتشابوا. الزوز عندهم نفس الطبايع الفاسدة والقلب الكاسح، لا دين لا ملة، والدنوس هو اللي سوق فيهم. المرأة الفرنساوية اللي يخدموا عندها فتقوها من بعضها سرقة وتحتريف، وهي ما على بالهاش مالها وفير ولادها مش سائلين عليها، كيف معظم العائلات في أوروبا. اللي يكبر عندهم يتحط عطوش وما عادش عنده حتى قيمة ويترمى في دار العجز. سميحة كانت تفتف وبوراوي الشوفار يبيع ويقسموا الميسرة جميع، هو يمكمك في الفلوس وفي الليسانس ويفكتر لهم كل شيء دوبل، يعني إذا القضية متاع السوق بعشرين يطلب 40 ولا 50 دينار وغيره وغيره. الحصيله زوز أفات تمشي على ساقيها وتقابله. ندخلوا توا في أطوار القضية. نهار 15 ماي 2003، يعني جمعة بعد الحديث اللي صار بين سميحة واختها، سميحة طلبت أختها عفاف في التليفون. ألو ألو وينك؟ أخرج عني نستنى فيك أنا وبراوي قدام الدار. سميحة هزت عفاف ومشيت المرأة في الساحلين يعيطوا لها بورنية تجازة تعمل الطلاسم وتضرب الخفيف وتفهم في السفلي. حاصيل بورنية هذه حرجة جربة مكسورة القرنين، تقول عليها عزوجة ستوت اللي حكاوا لنا عليها في الصغر. حلت على عفاف الكتاب وجبت معونة صنعة وبدت تضحي وتزكي وتعمل فيهم الكل. يا سيادي هذه بنتكم يا سيادي، صغيرة وما تعرفش كونوا معاها سيادي. والله كانت تمشي تدورها سحور وبحور عزامة وشيوخة اللي خلقهم ربي. كل أختك ما عندهاش حل يا سميحة، أختك معمول لها بالسفلي، شفاها عندي أما صعيب ومكلف. جاوبتها عفاف، كان مشكلتك فلوس قلي، الفلوس موجودة. يا أخي برنية التجازة قالت لا 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 لا، الفلوس والزومة لازمين، أما لسياد طالبين الزهر يا عفاف. وشدت قرأت لهم قراية الشيطان، لازمهم الزهر حي باش السحر يتحل، وعفاف اللي ما تظناش تولي تظنى. إذا لقات العصفور النادر اللي طلبته برنية التجازة طفل ولا طفلة صغيرة عندها الأمارة ومواصفات خاصة نادرة، والنوعية من الصغار هذوما مرغوبة مطلوبة من السحارة وضربة الخفيف والمشعوذين. البنية والوليد يختفوهم ناس ويعتين من زمان، تتملك بواحد منهم الجن وتطلب منه فك السحر وتلبية المبتغى، وبعد كل واحد يرجع لداره فرحا مسرورا وكأن شيئا لم يكن. أما الشيء هذا مخطر وصعيب ويكلف فلوس، وتفهمت معهم باش كيف يلقاه الزهري يجيبه لها، ولازمها 5 ملايين وزهومة جديدة قربان للأسياد. على فكرة ظهرت خطفين الصغار لغرض تجارة الأعضاء والشعوذة موجودة في العالم الكل وخاصة في البلدان الفقيرة. وللمعلومة اللي نسوقها بكل تحفظ أن الإنسان الزهري أو الزهوري موجود من ألاف السنين في كل الحضارات والأمم اللي خلقها ربي، لكن مش معترف به في الديانات السماوية الكل، كان في الديانة اليهودية. والمتفق عليه اللي زهر كلمة يهودية بحتة أطلقت على السلالة الزهرية في البلدان الأفريقية، والكلمة هذه يقولوا موجودة في أخطر كتابات الفلسفة والسحر والشعوذة. والكتاب هذا يحكي على الكرامات بتاع الإنسان الزهري والصفات اللي تخليه يتحكم في الجن ويطلب منه ما لذ وطاب من كنوز مدفونة، ولا زوز معرسين يتفرقوا، ولا فاميليات تتفرقع، ولا عاقر ما تظناش تولي تظنى، إلى آخره من الطلبات. وميزة الإنسان هذا أنه ينجم يشوف ويكشف على حاجات الإنسان العادي ما ينجمش يراها. وعلامات أو أمارة الإنسان الزهري تتشاف من ولادة الشخص وتكمل معاه في عمر 20 سنة. والعلامات الظاهرة اللي نجم كل واحد يشوفها بالعين المجردة هي حول خفيف في عين برك، اللسان المقسوم بخط في الوسط، وكف اليد اللي فيه خط يقسم اليد بالعرض. حاصيله جماعة خرجوا من غادي مش فاهمين كوحهم من بوحهم. سميحة وعفاف بندروا وسلموا
على خاطر اللي طلبته تجازة صعيب ومستحيل باش يلقاوها، وحتى كان لقاوه كيفاش باش يتصرفوا ويجيبوه البرنية سحارة. ملي ركبوا في الكهرباء سميحة حكيت البراوي اللي صار الكل، وجماعة توجهوا لسوسة ساكتين. بعد حارة سواقر وشوية خباثة وكمباس من اللي ديما يعمل فيهم، انطق براوي قال لهم: واللي جيب لكم العصفور اللي قالت عليه التجازة قداش يا اخو؟ عفاف قالت له: تجيبوا برك ودلنا عليه وانا نعطيك اللي تطلب. براوي جاوبها: 20 مليون. 20 مليون حب كارتة تنطح كارتة. سميحة ضحكت وقالت له: اعزيك وخليك، فاش قام 20 باكو يا اخي؟ باش تخطف امير ولا اميرة؟ واه. براوي جاوبها: هذاك السوم وتحت 20 مليون لحلت لربطت، مانيش انا وحدي باش نخلص، فما شكون باش يعاوني. براوي حكي لهم اللي يعرف ولد صغير في مطماطة يدو فيها لمارة هذه، ودارهم ديما متكين وعلى عينين وخايفين عليه، وعملوا فكرة شيطانية باش يخطفوا الصغير، وهكا صارت العملية. نهار السبت 20 ماي 2003 العشرة متاع الصباح، كارت وريس تاخذ قدام مكان تصوير متاع فيلم حرب النجوم، وبرشا غاشي يهبطوا من الكار، وما بيناتهم سميحة وعفاف لينتات على العينين وفولارات، جماعة متنكرين، وبداوا دورتهم في البقعة. وكيف ما قال لهم براوي، لقاو الفروخ الصغار يستناو قدام الكار باش يسترزقوا ويعاونوا عائلاتهم، اللي عامل شوية شرك وشناشن، واللي بيع في الخبز، واللي في الزرابي الصغار، وغيره وغيره وغيره. ومن بين الصغار بلال، وليد عمره 8 سنين تقريبا، عنده لمارة في كف يده. بلال ديما لسقين ولاد عمه ولاد جيرانه، وقليل باش يغيب عليهم. عائلته كانت ديما خايفة ليجي نهار ويخطفوه برباشة الكنوز اللي معبية بهم الجهة. براوي مقاري الكرهبة ويستنى فيهم في بقعة قريبة، أما بطاو عليه وقعد يستنى وقت طويل، وما هو اللي يحسب وحده يفضله. خلاصة الحديث نهارتها سميحة وعفاف وباللي حاولوا باش يستفردوا بالولد شي نفع ربي، واللي في بالهم ما صارش. براوي مغشش يلوم على البنات: يا اخي علاش ما تسمعوش الكلام؟ مش قلت لكم تحاولوا مع الطفل اللي معاه وهو تو يجي معاكم ديريكت؟ سميحة جاوبته: الدنيا معبية بالعباد بصراحة، ما نجمناش، وزيد حسينا فما شكون يتبع فينا ويمشي ورانا. قال لها براوي: ما فما حد يمشي وراكم، انت موس وصبرك. سميحة قالت له: تصرف انت يا براوي، احنا ما نجمناش. براوي قال لها: نتصرف ما لا، اما الحسبة تولي دوبل. سميحة جاوبته: علاش دوبل؟ ديما تخدم في مخك. براوي قال لها: انا تفهمت معاكم نوريكم الطفل ونسوق بيكم للتجازة، توا باش نخطفوا انا ونهز الريسك وحدي، فهمت علاش دوبل؟ عفاف قلت لهم: دوبل وتريبل، تصرف وانا راسي سد. هز روح بيهم لسوسة وقال لهم ادمى، ورجع المطمطة بيت حدا دارهم. من غدوة صبح يسري على الفجاري، مع دورة الحديش متاع الليل والحس بيت، براوي كلم سميحة وقال لها: باش نجيكم قدام دار عفاف، اهبطولي وجيبوا الفلوس، من بعد نمشيوا للدجازة. كيف هبطوا سألوه: الولد فين؟ حللهم المال متاع الكهرباء، وكلاو صدمة من اللي شافوه. الولد الصغير جثة هامدة غارق في دمه، براوي لافوا في زربية. سميحة هبلت: يا اخي قتلته؟ علاش هكا؟ علاش هكا؟ مش تفهمنا تجيبو حي كيف ما قالت الدجازة؟ معنا ما نعملو بيه هو ميت. براوي قال لها: انا هذاك اللي كنت ناوي نعملو، الولد ما استفرت بيه كان بطلوع الروح، وكان ماشي معايا مريقل، من بعد هرب لي، كيف غلط عليه بالكرهبة ما نعرفش كيفاش جي قدامي بالصدفة ضربته ومات. سميحة قالت له: ضربته بالصدفة ولا قتلته؟ ريحتك تعترق بالشراب كالعادة، بالعوا. براوي قال لها: بالصدفة ولا مش بالصدفة، توا اللي صار صار، ويديكم معايا باش ندفنوه. عفاف مرعوبة ما نجمش تتحرك من اللي شفته. سميحة أختها جبت لها ساكة وقالت له: هاك الفلوس وخرجنا من المصيبة اللي جبتها لنا معاك وطير من هنا. براوي اندهى بجثة الولد في نصاص الليل، وسرح بيه للربعي ورماه منها فوف حدا شانت، وطار بالكهرباء وخلى العجاج وراه. ألو؟ نعم؟ 4 أيام تعدوا على الحادثة، وتليفون العدلية في سوسة ضرب. بناي لقى جثة بلال في الهفوف
بعد ما الريحة طلعت وتلمت عليه الكلاب السايبة وجات الطامة والقوة العامة والولد هزوه للتشريح. مطمعت بعد نهار من اللي صارت حدث الخطف وعيلت بلال خبروا اللي الولد من نهارتها خرج مع ولاد حومته وما رجعش، ومن غدوة البوليسية جاءوا وما يقولوا البحث يجيب. الأمن بدأ يخدم على الحكاية وعلى عين المكان، بدأوا بفاميلة بلال سمعوا أقوالهم وسألوا على أصحابه اللي يلعب معهم والناس اللي شافته آخر مرة. بطبيعتهم لعبت الكل قدام حوش بلال يوسيوا فيهم. جوز بحثة واحد يكتبوا الآخر يثبت في وجوه الحاضرين اللي من بينهم حنان بنت 15 سنة واللي مخها على قده شوية يعني مريضة. من اللي وصلوا البحاثة الطفلة جبدت روحها وسرحت. الشيء اللي لاحظه واحد من المحققين اللي بتبيعته من اللي خلط قعد يقرأ في وجوه الحاضرين لعله يلقى حاجة تعاونه، وملامح الطفلة وتصرفاتها ما عجبوهش، خسر لصاحبه وغمزه باش يخلط عليه وجبد البنية وامها في تركينة وبدا معهم في سين وجيم. طفلة خايفة ترقل، من بعد شدها لبكة. المحقق قال لها بنتي شبيك خايفة؟ شبيك ترقل؟ علاش تبكي؟ أمها جاوبته يا وليدي معمولك الربي، رانا زواولة ومانيش متاع مشاكل، ماني ميمتك حنان راهي مريضة وما عملت شيء. هنا زوز بحاثة خزروا لبعضهم وعرفوا لي الحكاية فيها. إن البحاث خزر الأم الطفلة في عينيها وقال لها شوف يا حاجة، أنا باش نوسع بالي ونحسبك كيف أمي وننصحك كيف ولدك، كان تعرف حاجة على بلال ولا حنان حكيت لك ننصحك تحكيها توا للعدالة. راهو السكوت يعتبر تستر على المجرم والشي هذا يعاقب عليه قانون، رد بالك يا أمي. لم مركيبها رخو وشدت يدين بنتها وقالت لها أحكي أحكي ما تخافش عيش بنتي. طفلة نطقت، عمي بوراوي أعطاني فلوس وشوكولاتة قال لي جيبي معاك بلال للمغارة الفارغة، من بعد روحي للدار. قال المحققة اي وشنو صار من بعد؟ عاود شفت بلال؟ أم حنان دخلت قالت له بعد بنهار جانا بوراوي مدلنا مليون وقال لنا كان تتكلموا باش يضرنا ويقول لي احنا اختفنا بلال وقتلناه. لهنا عينين المحققين وساعوا وهز معهم بالوقت حنان وامها وعملوا محضر جلب وخدمة التليفونات والبرقيات. استوي روحك كيفاش تبر نهيري من زمان طيحوا براوي وجابوه من وسط التبرنا وعداوا تيركت للبحث وحكي لهم على اللي صار الكل وجبدها شليلة ومليلة من سميح العفاف وحتى التقاسة وجابهم الكل وكافحوهم مع بعضهم. على فكرة سي براوي كان محضر روحه باش يحرق بالفلوس اللي خذيهم من عند عفاف وبدلهم أروات، أما اللي يحسب وحده يفضله. عائلة بلال مشاو للمورك وتعرفوا على الجثة، من بعد هزوه باش يدفن في تراب مطمطة. القضية تسكرت والقضاء أصدر حكمه بالإعدام على بوراوي وعشر سنين لزوج أخواته والتجازة اللي باش تموت من بعد في الحبس. وفي آخر قضيتنا واجب علينا نأكد على إلزامية محاربة الآفات الاجتماعية كيف الدجل والشعوذة ضربين الخفيف والغزعبلات والشرك بالله، ومهما عمل الإنس والجان من أفعال دنيئة ما نساوش قول الله جل وعلا لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتبه الله عليك، ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتبه الله لك، صدق الله العظيم. قضية اليوم من برنامج نهج التريبيونال، نص رؤوف العياري.